السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا مرحبا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة أخوان عزاء هنتكلم عن رؤية جميلة جدا، وهي رؤية الكنوز في المنام أو الدفائن في المنام. طبعا أخوان عزاء في أحلام جميلة جدا مع الكنوز والدفائن دي، بتدل على الرزق القادم بإذن الله، وبتدل على تحقيق أمنيات غالية بإذن الله. طبعا في أحلام ممكن نشوفها، يعني مثلا تشوف كنز في المنام أو تشوف دفينة في المنام. يعني إيه دفينة؟ الدفينة دي حاجة قيمة كده مدفونة في الأرض تحت الأرض، تشوفها أو حد يقول لك إن في حاجة هنا. طبعا في رموز كتيرة أو في أحلام كتيرة بتظهر بنفس الشكل ده، بتدل على إن شاء الله في رزق واسع قادم لصاحب الرؤية، أو إن في مكان مهم محتاج مننا إن احنا نبحث عن الدفائن دي والكنوز دي بإذن الله. هنتعرف أخواني الأعزاء عن الأحلام دي بالتفصيل، ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو أحب أقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار. ولو حد عنده رؤية أو حلم وحابب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات، وإن شاء الله نتواصل معاه ونرد عليه في أسرع وقت. أول حاجة أخوان عزاء لازم نعرف حاجة، إن في بعض الأحيان بتكون الأحلام دي إشارة إلى وجود كنوز بالفعل، أو إشارة إلى وجود دفائن مهمة بالفعل، ودي طبعا بتكون ليها مواصفات معينة، وبتكون ليها يعني سرد معين في الرؤية، بحيث ان احنا نقدر نقول ان الرؤية دي تدل على وجود كنز بالفعل او تدل على وجود دفينة بالفعل. طبعا يا اخوان اعزاء الرؤى كتيرة جدا، ولكن لازم برضو نأخذ في الاعتبار ان الرؤى بتاعتنا تكون رؤى صادقة، ما تكونش حاجات حديث نفس بسبب ان احنا مشغولين بامر زي كده او بنفكر في موضوع زي كده، فبالتالي بنشوف الرؤى اللي هي تدل على وجود الكنوز والدفائن. لا طبعا لازم يكون الموضوع مفيش انجذاب لي او مفيش تفكير كتير فيه عشان تبقى بعدت عن موضوع حديث النفس. طيب نقول اهم الاحلام اللي هي بتدل على الخير وتحقيق الامنيات والرزق مع رؤية الدفائن، زي ايه مثلا؟ اول رؤية اخوان اعزاء ان احنا نشوف بالفعل كنز في المنام، ولكن هنا بيكون الكنز موجود في البيت بتاعنا. في ناس كتيرة جدا بتشوف الرؤية بتشوف ان في كنز او دفينة حاجة كده قيمة مدفونة في البيت. طبعا الرؤية بتظهر لفرد من افراد العائلة، ممكن شخص واحد يشوفها باقي البيت ما بيشوفش الرؤية دي، فهنا الرؤية لو صادقة بالفعل بيكون البيت ده تحت منه في اثارات او كنوز او حاجات من الحاجات الثمينة، اللي هو لو حد اخرجها هيبقى رزق كبير جدا وتحقيق امنيات. يبقى اول رؤية ان احنا نشوف الكنز بالفعل داخل البيت او تحت البيت. تاني رؤية ممكن نشوفها ان في حد يجي يبلغنا بوجود شيء مهم في البيت، او في مثلا مكان الشغل بتاعنا، او في الغيط مثلا في الزرع او في اي مكان. الشخص ده ممكن يكون شخص متوفي مثلا او شخص عادي ما نعرفهوش. المهم الرؤية بتكون ان في حد بيقول لك كلام معين عن حاجات موجودة بالفعل، بيقول لك الكلام ده ليك انت، ممكن ما يقولش لاي حد تاني، الرؤية بتكون خاصة بيك انت، فدي بشارة بالرزق الواسع وتحقيق الامنيات. وممكن بالفعل لو تكررت عليك الرؤية اكتر من مرة، او لو الرؤية شفتها في وقت من اوقات تحقيق الرؤية تحقق الرؤية، المفروض تبحث وتسعى وتسأل عن الموضوع ده. ربما ان الشخص بيقول لك مثلا في بيتكم في كنز او في ذهب مثلا تحت البيت او في اثار تحت البيت، ممكن يقول لك في الزرع بتاعك في اثار، ممكن يقول لك في المكان ده في اثار. طبعا الرؤية لو اتكررت معاك ده بيدل على ان بالفعل بيكون في اثار. وطيب الرؤية بتجيلك انت ليه كشخص مثلا دونا عن الناس؟ سبحان الله في رؤى كده بتكون مبشرة وليها ناس مخصصة، والناس دي بيكون عندهم روح قوية او روح عالية، في حاجة كده فيهم مختلفة عن الاخرين،
الله أعلم، ولكن بيكون في ميزات في بعض الأشخاص إن هم مختلفين عن الآخرين من جهة الأمور الروحية أو الأمور اللي هي فيها محتاجة قوة ومحتاجة يعني إيمان عالي. مثلا تلاقي دايما واحد كده بيشوف أحلامه والأحلام بتاعته بتتحقق، مثلا بيشوف أحلام مميزة عكس كل الناس، فبالتالي الرؤية هنا بتكون رؤية صادقة. ولو شفت حد بيبشرك في المنام ويقول لك في كنز أو في دفينة أو في حاجة مثلا مدفونة تحت الأرض، دي بتدل على إن بالفعل في أمر من ده. كمان برضو من أمثلة الرؤى الجميلة جدا إنك تلاقي نفسك بتحفر وتقع في الكنز، يعني تلاقي نفسك إن أنت بتحفر وبتلاقي كنز بالفعل، دي برضو رؤية جميلة تدل على تحقيق الأمنيات. ممكن كمان تلاقي إشارات في المنام، زي إيه مثلا إشارات؟ إنك تلاقي مثلا بعض الأماكن في المنزل مثلا بيخرج منها ضوء، أو بيخرج منها مثلا حاجة زي مثلا نسر أو صقر مثلا، الضوء بيخرج، النسر الحيوانات ممكن تلاقي مثلا بيخرج منها أفاعي، في بعض الأحيان الأفاعي بتكون عبارة عن رصد للكنوز، فبالتالي بتكون رسالة إلى إن المكان ده فيه أمر مهم أو فيه خير أو فيه رزق ليك إن شاء الله. لأن كتير ناس من اللي بتحلم الأحلام دي بتقول وبالفعل بيكون فيه حاجة مهمة. كمان برضو من ضمن الإشارات المهمة إن احنا نلاقي في المنام مثلا جزء من الكنز ده، أجزاء مثلا ممكن نلاقي مثلا عقد ذهب، ممكن نلاقي حلق ذهب في البيت، ممكن نلاقي مثلا حاجة قيمة كده زي أسورة أو تميمة. تمام، في بعض الناس ممكن تشوف زلعة في المنام، زلعة فيها مثلا ذهب أو عملات معدنية ذهب، طبعا دي بشارة جميلة جدا إن في أمر مهم محتاج علينا إن احنا نراجعه من ناحية الكنوز والدفائن. دي بتكون رسالة وبشارة جميلة جدا إن في رزق واسع وفي تحقيق أمنيات. وطبعا في رؤى كتيرة جدا، ولكن هي دي أفضل رؤى ممكن نشوفها في الأحلام، خاصة لو الموضوع ده بالفعل موجود، فبالتالي بتكون فرصة إن الشخص يقدر يبحث ويستخرج الأمور ديت. محدش يتجاهل الرؤى ديت لأنها بتكون رسائل مهمة بإن في خير ليك وفي رزق ليك إن شاء الله هتحصل عليه، ولكن كل اللي فيها إن أنت عليك السعي فقط، إنك تسعى وتبحث، مش ان انت تشوف الرؤية تقول الرؤية عادية وخلاص ده حديث نفس، لا اسعى وابحث هتلاقي ان شاء الله. لو اتكررت معاك الرؤية استبشر خير واعرف ان ده خير ليك بإذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.